انترفيو صوت لبنان. منحييكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. لم تألف شاشتنا نوعية برامج حوارية كبرنامج شو قولك لأطلقته مبادرة مناظرة تحت مشروع صناع الرأي. بعد الموسم الأول يبدأ الموسم الثاني من البرنامج، رح نحكي عنه مش بتفاصيله، ولكن رح نحكي مع شباب وصبايا هن من صناع الرأي. ضيفي المحامي شرب العرب، أهلا وسهلا فيك ماتر. مرسي، أهلا فيك. سارة المشطوب، متخصصة باللغة العربية وطالبة علاقات عامة، أنتما من صناع الرأي ضمن مبادرة مناظرة. أول شيء هيك خليني عرف شوي بشكل سريع هيك سارة معك عن مبادرة مناظرة. شو هي مبادرة مناظرة؟ هي مبادرة بتهدف لتعزيز الحوار، الحوار الواعي. هي مبادرة بلشت بتونس ولبنان، هدفت لأنه تشغل أكتر شيء أصوات الشباب والأصوات المهمشة بالمجتمع. يعني حتى عنا بلبنان إذا بتنتبهي سن الاختراع بعد ما وطوا لعمر الشباب، فهي تركت هاي المساحة لهودي الشباب ليبرزوا أراءهم، يبرزوا قديش هني عندهم عن جد قدرات، بالإضافة للتدريبات اللي عملت لنا هي مناظرة. مناظرة عن جد مبادرة كان لها فضل جدا كبير علينا. نحن قبل الموسم الأول خضعنا لتدريبات من 12 يوم، كانت مناظرة عم تعطينا فيه تدريبات بما يخص التناظر، الحوار، الذكاء العاطفي، فهي اللي خلتنا نقدر نعمل حجاجنا بطريقة مرتبة على التيفي، نكون قادرين نتقبل آراء الباقيين، وهي اللي خلتنا نكون قادرين نضبط انفعالاتنا. حتى يعني عم بقول لي كانت حتى قصص خاصة بعلم النفس كنا عم ناخدها من مناظرة. هذا اللي لهلأ فيه خبرك يا سارة. مثل ما قلتي خضعتوا لتدريبات وأنتوا كنتوا مشاركين بالموسم الأول من برنامج شو قولك. كيف هيك إذا بدك تعطي عنوان عريض لتجربتك؟ أنا على طول بقول لهم إنه مناظرة من أحلى القصص اللي صارت بحياتي. كانت عن جد هيك منصة بتخليك تحكي رأيك، ما حدا بيجي بيقلك هيدي إيه وهيدي لا، وما حدا بيقدر يضبط لك أنت شو بدك تحكي. ماشي عن جد رأيك، بتكوني عم تحكي على العنان، على العلن عفوا، وبالإضافة للوعي. يعني مناظرة علمتنا إنه يكون عنا هيدا الحكي وهيدا الحوار والحرية بالإضافة للمسؤولية. نعم. ماتر شرب العرب، يعني نحن نفتقد لهالنوع من التجارب، هي تجربة جديدة بلبنان وبالمنطقة العربية أيضا. اليوم شو ما الفرق الذي أحدثته إذا بدنا نقول؟ أول شيء صباح الخير، أهلا فيك. اليوم مناظرة الشيء اللي عملته خاصة من خلال برنامج شو قولك، نقلت الحوار من الشارع إلى الاستوديو إلى تناظر الحواري. يعني بالشارع بصير في مشكل بتناقشوا مين معه حق، بعد شوي بصير في صليب، وعلى شاشتنا بصير يعني في مشكل وبيضربوا بعض، بعد شوي بصير بعد شوي بصير في صليب احمر يعني. بس هي بالشارع، بينما مناظرة نقلت لمنطق حوار معين مبني على حجج، مبني على الأدلة. نحن يا ريت بتتعمم الثقافة على مجلس النيابي اللي عندنا، يا ريت بتتعمم على المسؤولين الموجودين بالبلد، تقدروا اليوم يتناقشوا ويحطوا مصلحة العامة هي الأساس، على أساسها بيتناقشوا تيوصلوا ويشوفوا شو أفضل. دبي مش ضروري يتفقوا، لانه بالانظمه الديمقراطيه مش ضروري تتفق، فيك توصل الى محل الاكثريه بتحكم، الاقليه بتعارض بطريقه مش النكد السياسي، بتعارض لنقد بناء. هذا الشيء هن الاول بدهم يتحاوروا طريقه التحاور كيف تكون على شكله الحوارات يلي صح. كانت تصير صحيح. بينكم انتم كشباب مش حوارات بشعبويه وصريخ وحكي بس لحتى نشد الجمهور لنا. يعني هيدا اللي عم بقلك ياه، قدرة الشباب اللي قدروا انه يكون عندهم حجج ومواقف عن جد مبنية على شيء، يعني مش عواطف وشعبوية ولا حتى جمع كم صوت وحالة ميجوا معي ويكونوا كلهم حوالي، لا، عم بيكون في عن جد حوار بناء، في حجاج، وعم بيكون صراحة في وعي، وأحيان وعي أكتر من الأشخاص الكبار اللي عم بيطلعوا. أنتوا تفاجأتوا بأنه ضمن مشروع صناع الرأي ماتر، يعني مثل ما قالت سارة أنه دربتوا، تفاجأتوا أنه كيف قدرتوا أنتوا تكونوا من الأشخاص كمان كصناع رأي اليوم تحدثوا فرق بهالمجتمع بالرأي العام بنظرة الكبار إذا بدنا نحكي على الصعيد السياسي لإلكن أنتو كشباب؟ هل بك تشوفي شغلي، أنا بالنسبة لي أنا منطلق من نقابة المحامين. نعم. نقابة المحامين ببيروت أو نقابة المحامين بالشمال، هي نحن واجباتنا نكون صناع رأي، هيدي بأحدى مهام تبعنا وبأحدى قانون تنظيم مهنة المحاماة تبعنا. وإذا بتشوفي نحن ولا سنة وقفنا انتخابات، هلأ مثلا ب19-11 عندنا انتخابات، نحن نؤمن بمداورة ومداورة السلطة، يا ريت الدولة بتتعلم من النقابة شوي.
ها انا متعلمه من النقابه. ثانيا ببرنامج شو قولك وبالمناظره كمان تعلمنا زياده اذا بدك اكثر شيء اثر هو الذكاء العاطفي، كيف تضبطي الحديث تبعك، كيف تسمعي لغيرك اكثر تقدري انت تردي عليه، وهيدي اكيد بدها شويه سرعه بديهه، بدها نوع من الخبره المعينه. يمكن شخص اليوم يسبك او يحكي معك بطريقه خاطئه، يوم بدك تستوعبيه بطريقه معينه تما تعملي مشكل. بينما اليوم لو اذا شخص افترضي هلا عم نحكي عن قضيه راي عام معينه مين معه حق فيها، عم بكره بناكلها كبايه من حدا بصير في مشكل كبير، فلا المفروض الناس توصل لنقطه تعرف انه اثنيناتنا معنا حق. اعطيك اكزامبل بصير خبرني اياه احد القضاة، بيقول ترافع وكيل الجهة المدعية فأقنعني، وترافع وكيل الجهة المدعي عليها فأقنعني، وكان الحكم بآخر القانون والعدالة. فاثنيناتنا معنا حق. هون القرار للمشاهد هو اثنيناتنا معنا حق. ايه هو بيقرر مع أي طرف يكون مساند أو معار. مظبوط. إذا بتشوفي رقم 8 من جهة بتشوفي 8 من جهة بتشوفي 7، حسب كيف أنت عم تطلعي الموضوع، حسب أنت شو رأيك بالموضوع، حسب شو وجهة نظرك المعين. من هون بتتحاوري تشوفوا اثنيناتكم بطريقه تكون تناسب الراي العام، المصلحه العامه هي الاساس مش المصلحه الخاصه. بالموسم الاول طرقتوا الى مواضيع يعني تخص لبنان واكيد المنطقه، اليوم انتم فايتين على موسم ثاني. قبل ما احكي عن الموسم الثاني، ساره كيف بتختاروا المواضيع؟ هل انتم اللي بتختاروها بتطرحوها على للنقاش ام كيف بتم؟ صحيح، نحن تقريبا اذا بدي كل اسبوع بنكون عم نطرح المواضيع اللي هي بتهمنا، بيرجع بيتم اختيار احد المواضيع من بيناتنا، بينبعث لنا الفورم تبعه وبنكون كلنا عم نقدم. يعني حتى هون بيكون في مثل نوع من الاستفاء، نوع من المسابقه، حسب الشخص اللي حيكون عن جد عنده المعرفة الكافية بهيدا الموضوع بيتم اختياره بين فريق معه وبين فريق ضد، وساعتها بتكون الحلقة. ومثل ما كنت عم تقولي بخصوص الجمهور، انه نحن عطول كل اول حلقة بصوت الجمهور هن مع اي فريق، وكل اخر حلقة كمان بيرجع بيتم التصويت على هيدا الموضوع. فايه بينترك القرار للجمهور اللي عم بيحضر لحتى يكونوا عم بياخدوا القرار المناسب او الرأي المناسب اللي قدر يقنعنا. ابرز المواضيع اللي اتطرقتوا لها بالموسم الاول متر عرب؟ شوف، هو بلشوا بموضوع فيدرالية كان كتير مهم، وكون هو صراع بلبنان اذا نحن اليوم على تقسيم مش تقسيم، كيف الوضع بده يكفي هيك، انه انت وصلتي على صراع كتير كبير بلبنان بين فئتين من الشعب، فئة تريد الدولة وفئة ايضا تريد الدولة بس بطريقة تانية. نعم. فاليوم من هيك بدنا نعمل نوع من حوار. انا شخصيا من اشخاص بيحبوا حوار، مش انه حوار لا شو. هل حوار ضمن صناع الرأي مبني على شو؟ شو اساساته؟ قصص وأدلة وحجج وبراهين، يعني مو واحد زائد واحد بيعملوا اثنين. هلا بالسياسة عندنا واحد زائد واحد ما في لغة 11. عاطفية، ما في لغة عاطفية، ما بيقولوا باك جراوند من وين، من أي منطقة ضمن هالمشروع. مدام بكل بساطة يوم الانتخابات النيابية السابقة شفتي أنت فئة بتقول إنه انتخبوا ضد حزب الله لأنه حزب الله بده يقتلكم، فئة بتقول لا انتخبوا ضد القوات لأنه قوات إني بدي يجيبوك المشروع أمريكي على لبنان. مش بهالطريقة بيحكوا مع الناس، الناس مش شعبوية، الناس بتفكر، الناس صارت معلمة، الناس مسقفة. انتوا قدرتوا انا بدك تحكيهم يعني بطريقة علمية للناس تفهموا عليك. قدرتوا كمشروع صناع رأي تكونوا عم توصلوا للجمهور بطريقة علمية بالأدلة بالبرهان. بالمجتمع بعدها شوي صعبة، عم نوصل شوي شوي بس بعدها شوي صعبة. لو نحن تنقدر نحدث تغيير إيجابي بهذا الوطن بحاجة لثقافة ثقافة حوار بين الناس وثقافة الناس تسمع. يعني انا بدي اعطيك اكزامبل بسيط، اذا منطقه كلها محسوبه على فئه معينه، اذا بترشحي اكثر شخص مثقف ومتعلم ورشحي شخص تاني مش متعلم، حينتخبوا مش متعلم بس لانه بينتمي لحزب معين. هذا شيء خاطئ جدا، انه يمكن الشخص التاني هو يقدر يعمل لك شيء في المنطقه. مش انا ما بروح بنتخب الشخص بيشيل ابني من الحبس، بنتخب الشخص بيعمل قانون مزبوط بيطبق على كل الناس، هول بدنا نفرق بيناتهم. عندكم ايمان يعني اول ما فتوا على المشروع صناع الرأي اكيد كان عندكم وبعده إيمان بالتغيير، بس بلبنان بظل هالعقبات قديش أنتو كشباب بعدكم 60؟ أحيانا عن جد بتتزعزع هيك، بتحسي حالك أنه عن جد أنا قادرة أغير، وحتى بالبيئة اللي أنت موجودة فيها اللي بتطمحي عن جد تكون البيئة اللي أنت بتتمنيها، يعني تكون عن جد المبادئ اللي أنت بتحلمي فيها وبتطمحي لها، أحيانا بتوصل لمحل تحسي حالك أنه بلوك مصدومة أنه عن جد حيقدر. بس لا، أكيد في إيمان للتغيير لأنه هيدي شغلتنا، يعني في هدف من مجيتنا على الحياة وإن شاء الله بنقدر نكون عم نوصل له. الموسم الثاني متر من برنامج شو قولك رح ينطلق
أي متى، شو الجمعة العناوين، هل بتختلف بظل نحن اليوم بأوضاع كان الحرب بغزة أو على الحدود من الجنوبية؟ الطبيعي أي كيف من شو؟ من الطبيعي بس تكوني عم تحكي بموضوع معين، خاصة عم يبث على عدد كبير من وسائل التواصل، على عدد كبير من المحطات التلفزيونية وعبر أثير إذاعات كده محترمة كمان. طبيعي تكوني عم تحكي بمواضيع هي موجودة بالمجتمع، ما فيك تطلعي تحكي عن شيء الناس ما آخر همها تسمعه، هذا الشيء بيأثر على الهواء، حضرتك بتعرفي الموضوع. فاليوم الموضوع بالمبدأ حيكون نهار الجمعة 10 11 أول حلقة من الموسم الجاي، يعني الجمعة، بعد بكرة، ما بعد بعد بكرة بكرة. صحيح حيكون على موضوع إذا المقاطعة الاقتصادية هي مجدية بوجه العدو إسرائيلي أو غير مجدية. كيف مقاطعة نعم اقتصادية عم نحكي مش مقاطعة إسرائيل تكون دقيقين، نعم لأنه بلبنان مش عم نناقش مين مع العدو مش ضد العدو، كلنا سوا ضد العدو وكلنا سوا ضد قتلة الأطفال، هذا نعم شيء ثابت صحيح غير قابل للنقاش أصلا. نعم عم الموضوع تحكوا عن الأساسي المقاطعة هو الاقتصادية الطريقة اللي بدنا نحارب فيها العدو، هل هي مقاطعة اقتصادية تفيد أو لا تفيد؟ صح يعني عم نفتش على الطريقة الأفضل تنحاربه، لأنه اثنيناتنا ضده، يعني ما طيب حدا معه وحدا ضده. يعني ما في معارضة واثنيناتكم متفقين، لأنه ولكن عارض الطريقة. على الطريقة، مية بالمية طريقة التعاطي. ليش معقول يكون في صح حدا انه بلبنان ايه مع العدو؟ اكيد لا مية بالمية مستحيل حدا منا يكون مع. انا طريق. شخصيا من حملة القضية الفلسطينية من زغرتي مش من هلأ يعني، وقضية جدا بتعنيني. ولكن الفكرة هل المقاطعة الاقتصادية حتأثر أو في قصص تانية نكون عم نأثر فيها؟ طيب اليوم انتو 6 حلقات الموسم رح صحيح يكون مع الإعلامي زافين كيومجيان. صحيح، وجهه تحية جزيلا. 6 حلقات، قديش انتو قادرين بهالحلقات بما انه تطورات متسارعة اليوم بالمنطقة تكونوا عم بتضووا على مواضيع آمنية بلبنان؟ يعني نحن هلأ شوي أجلنا الموضوع النزوح السوري إلى حد ما، في مواضيع اقتصادية، الموازنة، كل هالأمور. شو؟ الوضع الفلسطيني، الوضع بفلسطين المحتل مرتبط بلبنان مباشرة. أي امبارح عندك استشهاد 3 مدنية أطفال بجنوب، وعندك حدودك على مواسم الحلقة، على إيه، وعندك المواضيع كمان لا فيك سيطغى. فيك تعمل رابط بيناتهم في مواضيع عدة بتقدري تربطي صح فيهم بين لبنان وتحكي بوضع اللبناني. في وضع حكي عنه غبطة أمينة بطريرك الراعي، موضوع حياد كتير مهم جدا بالموضوع الفلسطيني والموضوع رح اللبناني، تطرحون بالموسم هي الموضوع يعود للإدارة، شايفين هي الموضوع يعود للإدارة اللي سكيت هي بتقرر. نعم احنا طبعا بس بنلتزم، انتم يعني غير انكم صناع رأي مشاركين ايضا مشاركين بالقرار بصناعة الرأي صح والقرار طبعا. صح مية بالمية. نعود لمتابعة انترفيو موضوعنا اليوم، برنامج شو قولك الذي ينضوي تحت مبادرة مناظرة، أو أطلقته مبادرة مناظرة بموسمه الجديد بالحلقات الست كمان. بأول موضوع عرفنا شو الموضوع عن جديد، برحب فيكم ضيوف المحامي شرب العرب وسارة المشطوب، متخصصة باللغة العربية وطالبة علاقات عامة. اليوم نحن يعني كمبادرة مناظرة كمان كان الهدف انه في فئة مهمشة، ما بعرف ليش بعد يعني هيك الاعتبار بالشباب بالعالم العربي، بعد فئة مهمشة، رأيها مهمش، ليش؟ شو اللي بده يغير هالواقع إلى حد ما؟ تميز عنه يمكن رأيهم مهمش لأنه شوي بخافوا من رأيهم، شايفين انه صار عندهم الوعي الكافي، بطلوا من الجمهور اللي قادرين يسيطروا عليه بالاحاديث الشعبويه، صاروا عن جد معلمين، عندهم الثقافه الكافيه، وبدك تقنعيهم، فهن ما بقى عم بيقدروا يقنعون، ما بقى عم بيقدروا يوصلوا لهم، صاروا على المفرق ناطرين لحتى يقولوا لهم انتوا غلطتوا هون او ما غلطتوا هون، فصاروا خايفين من راي الشباب، لهيك ما عم بيتركوا لهم المجال لحتى يوصل رايهم، ان كان بسن الاختراع او بالترشح او بكذا شغله، يعني عم بيضلوا مقنوعين لانه بطلوا قادرين انه يعني كيف ما راحوا وكيف ما اجوا يجوا معهم ويروحوا معهم. شو اللي بيغير هالواقع ماترا؟ العلم. العلم. انا اقترحت من سنتين كنت بحضر برامج تلفزيوني انه تكون موازنه وزاره التربيه هي الاكبر، هي الاكبر والاقوى والاهم. ليش؟ انت اليوم اهم سلاح عندك شو هو؟ العلم تبعك. بس تتعلمي مزبوط بتصير تفكري اكثر، بتصير تقدري تتواصلي مع الناس اكثر، بصير في عندك بعد ثقافي وبعد انساني وبعد حتى بعد فلسفي بعد نفسي اكبر، تقدر تستوعبي غيرك شو عم بيحكي، تفهميه ليش عم بيحكي هيك. يعني انت مثلا بس تقري تاريخ الحضاره الاسلاميه، تاريخ الحضاره الفارسيه، تاريخ الحضاره شو هي، بتصير تفهمي الشخص التاني ليش عم بيحكيكي بالطريقه او شو المخاوف تبعه. هون بتتعلميهم. من هون انا بدعي انه يوم الدوله اللبنانيه خاصه المجلس النيابي بيرجع بيناقش الموازنه، مع انه انا بعتقد على الموازنه ما فيها قطع حساب غير دستوريه برايي، هي موضوع اخر. بس اليوم مفروض موازنه وزاره التربيه تكون اهم، تشباب تتعلم،
التشريع بتتسقف تقدر تغير مصيرها. نحن اليوم بتقهقر الوضع التربوي خطره كثير. وبدي اعطيك اكزامبل ما بعرف اذا مقصود. في عندك اكزامبل علامات استفهام. انا برايي مقصود. في عندك حتناقشوا هالموضوع يعني يجوز طرحتوا هالموضوع. نحن بالموسم الاول على فكره تطرقنا شوي للموضوع التربوي بس من زاويه شوي هيك مش على قد كنت موسعه 100% الامتحانات الرسميه اذا مع الغاء 100% انا كنت ضد الغاء الامتحانات الرسميه لان بشوفها يعني لو كانت عم تتم بالطريقه الصح وبالتصحيح الصح وبعيدا عن الوسائط والمحسوبيات بدك موازنه بدك موازنه هي كانت مهمه. وهيدا الجمله اللي قالها شرب اللي قلتها لما كنت عم بقول حجري انه قد ما حطيت على التعليم بيكون قليل يعني فهم. فيك تهملي كل شيء بالبلد وتحطي كل شيء على التعليم وبرضه بتضلك مقصره فيه. لازم نستثمر بالعلم. هلا شربل يعني احيانا بكون عم بسمع خطاب بكون عم بسمع عن جد عم بحلل انه هون محل المحلات في كذب هون محل المحلات عم بيحاولوا يدورونا موقف. صار في وعي يعني صار في وعي عند الشباب 100% وهالشيء اللي عطتنا هو مناظره يعني عطت المساحه كلها للشباب انه ما عليه يبينوا الشباب قديش قادرين يوصلوا ارائهم بطريقه واعيه. السؤال كيف رح تستثمروا يلي تعلمتوه ان كان التدريبات يلي اخذتوها مع مناظره من خلال مشروع صناع راي او من خلال يعني اليوم هالنقاشات الحره البعيده اذا فينا نقول كلها يعني موضوعيه كيف رح تستثمروا المجتمع بدنا نستثمروا اول شيء بحديثنا مع الناس حديثك بالمجتمع القريب تبعك فيكم معارض تبلشي فيكم مع نادي او جمعيه بالضيعه تبعك فيكم بمحافظه تبعك فيكم بالبلد تبعي. انا من الناس عنده طموح معين انا من الناس اللي تؤمن بقدرة تغيير مصير وانا اذا بتعرف الدماء انا اخر قام بعيري بلش فيك تقولي من الصفر وننطلق شوي شوي يوم تعلمنا وكتخر الله صار محامي وعم يشتغل شوي شوي نكبر ونمشي بالحياة فضل بيعود اكيد للاهل يعني ضحوا بكل شيء تاي مشونا بالحياة بنفس الوقت تلاه العلم يعني اهل يضحوا بكل شيء لسبب وحيد تيعلموني. بس اي متى رح نشوفكم انتو كصناع رأي اليوم اي متى رح نشوفكم بمراكز قيادية اليوم عم بتغيروا عم نشتغل على الموضوع وانا اؤمن انه كل شخص قدر يوصل سارة قدر توصل تصير وزيرة عربية باركي لانا لغة عربية وانا افكر في مثلا حزب التقدم الاشتراكي انا هون نعم. بغض النظر اذا انا معه بالسياسي او ضده بالسياسي بعدة قصص اليوم اجوا شباب على مجلس القيادي مع رئيس الحزب نعم. هذا شيء جيد يعني قادرين تحكوا تغيير شخصي يعني هذا شيء منيح. انا بمنظمة شباب التقدمي وعم نحاول نوصل القصص اللي نحن تعلمناها هون ومعنا كمان زميلتنا ريجينا العنز اللي هي كمان عضو بمجلس الامن العام بمنظمة الشباب فاكيد القصص اللي نحن اخذناها هون عم ننقلها لعنا نحن عنا ديبيت كلوب عم نحاول نوصل هالافكار للشباب يعني بلشتوا بالحلقة الضيقة لحتى تتوسعوا اكثر من بعد الست حلقات والموسم الاول من برنامج شو قولك الناس اليوم الرأي العام اليوم كيف نظرته لهيك نوع من البرامج الحوارية يلي أساسها وركنا أنتو الشباب بمساحة حوارية حرة؟ سؤالك مهم جدا لسبب وحيد أنه الناس بعدها مش مصدق أنه في حدا قادر يعمل تغيير شافوا نوع من ما يسمى بالثورة أنا مسنتين ثلاثة وجعنا نشوفنا نفس الأشخاص وصلوا على السلطة في اليوم الشعب هو عنده الدور الأساسي. أنا بفهم وجعه الناس بفهم تعب تبعهم بس بنفس الوقت بفهم انه لازم ما ينتخبوا الشخص برجع بعيده هيدي وباكد عليها مش ينتخبوا الشخص بيشيلك ابنك من الحبس اذا مرتكب جريمه مش ينتخبوا الشخص بيجيبك رخصة سلاح مش ينتخبوا الشخص بيزورك على قيمتك تنجح بس هيدي فيك تغيرها بالكلام فيك بس اذا توجهت لهالجمهور فيك ما فيك تغيريها انه ما عندنا مجلس انا بوصل اذا الام منيحه يعني بيتك منيح مجلس النيابي هو مجلس الام وهو ام الشرائع وهو ام الدوله اللبنانيه مجلس النيابه يعمل التشريعات اللي لازم ينعمل بطريقه صحيحه من 2019 اليوم ما شفنا تشريع اقتصادي واحد قدر يظبط الوضع الاقتصادي بلبنان بيتهموا انه حاكم مصرف لبنان خرب البلد يا عمي انا بدي امشي معك الزلمه اخطا محل معين بس ما كل موازنه صادت عن مجلس النيابه بتقول يجازي الحكومه النفقه من خارج الموازنه ويجازي الحكومه الاقتراض فاذا مش بالكلام متر بتقدر تغير المشاريع انا اليوم عم مش من خلال مهنه المحاماه انا اليوم يصدف انه هلا باليومين صار لي 10 سنين بالمهنه عم نتطور شوي شوي نحن انا من خلال نقابه المحامين بدعم من خلال اساتذه التربيه التعليم بدعم من خلال كل الناس كل شخص يعمل دور حضرتك كاعلاميه اعملي دورك بالشكل الصحيح ولقي خبر بالشكل الصحيح للناس ما تغش الناس بخبريه عن سمعين هي حسب المصلحه الماديه الاقتصاديه لبعض الاعلاميين عم نحكي عن البعض انه في كثير من الشرفاء بالمهنه بالمحاماه والقضاة وين ما كان القضاء يعمل دوره بشكل مظبوط مجلس النيابي يعمل قانون استقلالية يعني بتبدا يعني وين ما كان كل شخص يعمل دوره بشكل صحيح بوصل لنتيجه
كل حدا لما يبلش بدوره بالطريقة الصح منبلش نحدث تغيير. يعني أنا إذا بدي أجي على الحلقة الصغيرة اللي هي كمعلمة، إذا بده بعض الأساتذة بياخدوا رشوات إن كان بالتصحيح الامتحانات الرسمية أو غيرها، من هاي المطارح بدك تبلش تغيري، من رؤس البلديات بدك تبلش تغيري، من أصغر المطارح مطارح بتوصل للتغيير الكبير. فكل حدا لازم يخدها على عاتقه. تلقى الجمهور لإلكم كان إيجابي من خلال هالبرنامج، ومشجع إيجابي ومشجع، ودعوة إلنا نستمر. وهم بوجه بدي ما كتير بوجه حب بوجه تحيات، بس اليوم إدارة البرنامج إن كان ست فدوى موجودة بتونس ونحن منتابع مع تونس، بوجه لها تحية كتير كبيرة على التعب اللي عم يتعبوه خير فريق العمل بول الشباب جميعا، بول كمدير مشروع مناظرة بلبنان، عم بيعملوا جهد جبار تقدروا يتواصلوا. وبنفس الوقت عندهم يعني عندهم بدنا نشوفوا اختلاف وجهة نظر 30 شخص كيف يقدروا يجمعوهم مع بعضهم. هذه شغله كتير صعب تتعاملي مع الناس. يعني انا من خلال شغلي كمحامي هالشيء كمان كتير اصعب شيء التعامل مع الناس، وانه هودي الناس اصحاب حق مش طالبين منك خدمه الا ما تلاقي نقطه التقاء بين الناس. بتلاقي اكيد نقطه التقاء اذا النوايا ايجابيه بتلاقي. وانا نيتي ايجابيه. الشيء اللي بخليك تنبسطي انه على الرغم من انه في كتير نقاط اختلاف مش شوي، الكل عم بيكون متقبل للاخر وعم نكون عم نظهره على طريقة عن جد كتير واعية وكتير حلوة وباسلوب هيك يعني راقي. ايه هيك بدنا نقول راقي بعيد عن التشنجات يعني وهالكلام يعني اللي منشوفه اليوم ببعض البرامج على الشاشات مؤسف. يعني التعاطي مع بين الضيوف بين بعضهم يعني هني مفروض يكونوا مثال، بس اني مع الاسف ما عم يكونوا مثال. عم بيكون في احتمال عم بتحاولوا انتم تغيروا هالصوره. ايه ان شاء الله عم نحاول وبلشنا نغيرها فعليا ان شاء الله. فاذا الموسم الثاني من برنامج شو قولك اللي مثل ما قلنا يجمع المحطات بعض المحطات يلي بتبثوا ب بس موحد لا وطبعا صوت لبنان كمان من ضمنا الجمعه اذا الله راد. الجمعه مزبوط على الساعه 8 8 ونص على الساعة 8:30 على الجديد صوت لبنان الحر، صوت لبنان كمان تلفزيون لبنان او تي في نيو تي في جديد. نعم. على كل حال انا بدي اشكركم، يعني انتم صوت هيك مثل ما بيقولوا صارخ، ان شاء الله هالصوت بيوصل مش بس عند الكبار يعني الناس الكبار، وانما كمان عند الشباب. صح، يعني انتو صحيح مشتركين هيك دائرة يمكن صغير، ان شاء الله بتكبر اكتر وبصير هالوعي عند الكل. اهلا وسهلا فيك متر شرب العرب. بشكرك سارة المشطوب، متخصصة باللغة العربية، طالبة علاقات عامة. انتو من صناع الرأي ضمن مشروع صناع الرأي اللي اطلقته مبادرة مناظرة. اهلا وسهلا فيك، التوفيق بالموسم الثاني من شو قولك. مرسي. بشكر الاصدقاء المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا بهاللقاء.